بعد أن أبهرت زوارها في خليج 25. البصرة تدخل قائمة المدن السياحية المفضلة لدى الخليجيين، توافد مستمر لمواطني الخليج عليها، مستفيدين من قرار استمرار إلغاء رسوم سمات الدخول عند الحدود البرية ومطار البصرة الدولي. تجولت مناطق البصرة كلها وحلوة وسياحية، ونتمنى أخواننا كلهم اللي ما جاي يجي إن شاء الله. شفنا الجهة الطيبة هذه وأخواننا العراقيين ما قصروا، ومدينة سياحية 100%. المناطق والأسواق الشعبية والأماكن التراثية أكثر ما يفضله الخليجيون، فضلا عن المرافق السياحية الأخرى في مقدمتها كورنيش شط العرب والاستمتاع بطقس المدينة المعتدل خلال هذه الفترة. أنا يعني شخصيا أحرص على زيارة الأماكن الشعبية، الأماكن التراثية، نحب أن نحتك مع أهل الديرة ونبتعد قد ما نقدر عن الأماكن السياحية، مع أن بعد الأماكن السياحية حلوة وضروري الواحد يشوفها، بس الأهم بالنسبة لي أنا هي أماكن الشعبية والتراثية مثل هذه المكان اللي فيه، أساس أن نتناقش مع الجماعة ونأخذ علومهم ويأخذون علومنا. سائحون من دول خليجية مختلفة يتحدثون عن تجربتهم السياحية الأولى في البصرة، وهم يتجولون في شوارعها بكل أريحية بعيدا عن أي مخاطر أمنية، كما كان يروج عن المدينة في بلدانهم. أنا ما جيت ويا اللعبة، اللعبة فتحت الباب خلت ناس توصل، والحمد لله يعني انقلت صورة طيبة جدا عن أهل البصرة وكرمهم وأخلاقهم، اللي طبعا أنا أعتقد أنه موجودة بكل المحافظات، يعني مو بس البصرة. فيعني صار عند الناس يعني تشجع أكثر أنه يزورون ويوصلون. يعني أنا شخصيا عندي الحلم أني أزور العراق من زمان، فالحمد لله ابتديناها بالبصرة وإن شاء الله بنروح لغير محافظات. ويرى مراقبون أن الفرصة أصبح سانحة للنهوض بواقع البصرة السياحي والعمرانية من خلال تنفيذ مشاريع مهمة في قطاع السياحة والفندقة، إضافة إلى تنظيم الأسواق وتطويرها. أثير العبادي، وان نيوز، البصرة.